لا اليوم جالس ادور موقع قديم حايل اسمه غارة مجدر، كان مركز عزل بحايل، طبعا شفته عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ف ما لقيت له اي موقع او دليل او اثبات موجود على السوشيال ميديا او حتى جوجل ايرث او جوجل ماب. فانا ماشي على وصف تقريبي سمعته عن طريق احد الشباب، فان شاء الله دي بلقاه صراحه، لكن عاد البرد اليوم ذبحنا والله. ان شاء الله طريقي صحيح، لاني اسم المقطع شفته تقريبا هذه شقق فاضل حي نبود، ناسي نصعد ان شاء الله. ان شاء الله بلقاه، اذا لقيته بنزل المقطع طبعا بستمر بالسناب، اذا ما لقيته عاد اشوفه والله. لا زال البحث جاري والبرد هواء بارد ذبحنا والله، لكن ان شاء الله نلقاه، لان هذا قريب منه. الصور المقاطع اللي شفتها بروح الملصق هذا ان شاء الله نلقاه. يبي نتجاوز هالعقبات ان شاء الله نباصره، يبدو ان شاء الله هذا الموقع قريب جدا ان شاء الله. بسم الله. اللي دلنا اكثر شيء على الطريق ان هالموقع هذا مسيل ما. ان شاء الله اني وصلت اصعد. بسم الله. الا هذا ما شاء الله، الحمد لله على السلامة وصلنا. هذا هو غار مجرد اللي انتشر العام الماضي، من العام انا ناوي يجي صراحة، ولكن ظروفها ما سمحت لي، فاليوم لله الحمد بناء على الوصف ومقاطع شفتها عن طريق اليوتيوب، هذا انا وصلت غار مجرد. جيه تصوير يوم قلت مسيل ماء كدليل، لاني شايف احد المقاطع اللي انتشرت عنه العام الماضي انه فيه عين مويه، يقول لك طول السنه ما تقف، فبدور الحين عين المويه. طبعا هذا الغار من قريب، هذا ليش سموه مجرد؟ لانه كان الايام الاولين اللي صب الجدري يحطونه هنا بمقر عزل، فيكون معزول حتى يشفى مرضه او يتقبل الله عنده ويتقبل الله امانته. فزي ما انتم شايفين هذا المقر غار صغير، شوفوا فيه كتابات فوق على حال القرب. ايوه هذا هو، كتابات كثيره والله. الله ليش انا كم عام الف والله ما واضح زين. 323 خط، هذا شوف خط ابن والله ما واضح، لكن المهم هذا خطوط. صورت نبذة من الكتابات اللي موجودة إن شاء الله بنزلها. طبعا أنا ما مستغرب إنه موجودة كتابات، أنا مستغرب شلون صعدوا فوق وكتبوا، هل صعدوا بسلالم ولا بدون؟ فهذه نقطة ثانية يبي لي أسأل عنها. طبعا هذه بعد نبذة عن كتابات ما انتبهت إلا تو. 1300 وتقريبا أظن 60 سبب. شوف شلون الجبل في انحدار، او الكهف في انحدار، ما صعب الصعود صراحة من المستويات العالية هذه وكتابة، خاصة الجزء هذا. طيب الان جاء حتى شوفوا هنا مليان كتابات، بحاول اخذ له صور ان شاء الله. الآن نجي لمرحلة البحث عن عين الماء اللي موجودة طول السنة فيها موية، كانت هي اللي تمد المصابين المرضى الله يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله أجمعين بالموية. فأتوقع أن هذه خل أقرب عين، على حسب ما فهمت أنه طول السنة موجود فيها موية، الموية صيف وشتاء وخريف، وقليل ما يصرح الشمس أو صعب يصرح الشمس. يبدو لي أن هذه بسم الله طريقة شوي بعد، بس إن شاء الله ما حواك الصعب. ما شاء الله تبارك الله وصلنا. هذه عين الماء اللي طول السنة فيها ماء، كانت اللي تمد المصابين بالموية طول السنة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا عيون اللي زي هذه كثيرة بجبال حايل، لكن يبي له واحد يعني يعرفها ويصعد له. شوف عميقة جدا العين، انا ما اشوف لقعة قرارة وقاع. وجود العين او ما يسمى عند اهل المنطقه، عند بعض اهل المنطقه الجلته،
قريبا من الكهف اللي هو مسمى غار مجرد، وقريبا كذلك من المدينة نفسها اللي مدينة حائل، دليل على ثقافة أهل المنطقة قديما الطبية، وعيهم الصحي وكيفية توفير مستلزمات الحياة للمصاب، وتسهيل كذلك على أهل المصاب الوصول إليه وإمداده بالأدوية وإمداده بالمستلزمات الضرورية. الموقع هذا والله يستاهل الزيارة صراحة من الجميع، يعني إذا كان لك فرصة تطب حايل لابد أن تجي. أول شيء ما هو بعيد وقريب جدا يعني من المدينة، مجرد يمكن كيلو إلى كيلو ونص وانت واصل، ما يحتاجك الصعود الصعب ولا المستحيل، مجرد جزمات تكرم الرياضة تساعدك بس عشان تصل الموقع هذا، تيجي تتفرج على الموقع. الموقع جميل جدا والله يعطيكم العافية والحمد لله اللي وصلت. في الختام راح إن شاء الله أضيف الموقع هذا على جوجل ماب بحيث أن يتسنى لأي واحد الوصول له، البحث يكون إن شاء الله بمسمى غار مجرد نفس الاسم الرسمي له، والله يعطيكم العافية الجميع.